السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نكمل المحاضرة 15 وصلنا إلى موضوع الـ segregation and bleeding. فنناقش موضوع segregation first. In discussing the workability of concrete, it has been pointed out that cohesiveness is an important characteristic of the workability. احنا ناقشنا بالمحاضرات اللي فاتت ان الكوهيسيفنس هو عنصر جدا مهم للخلسان الناتجة بالفرش ستيت. احنا هنا الوركابلتي هي تتكون من عاملين مهمين consistency and cohesiveness. لكن الخلسان اللي consistence لكن مو كوهيسيف الخلسان فاشل. اوكي فلذلك الكونكريت انه يكون كوهيسيف جدا مهم. لذلك الـ proper cohesiveness can ensure concrete to hold all the ingredients in a homogeneous way. الكونكريت المتماسك بشكل جيد هو الكونكريت اللي يكون جزيئاته متماسكة بشكل متجانس من دون أن يكون هناك تركيز لمادة معينة في مكان معين حتى بعد إجراء الرص بشكل كامل. يعني فرضنا من خلال هذا الشكل هذا الشكل هو يوضح كونكريت segregation segregated concrete. فهذا النوع هذا الكونكريت الناتج هو كونكريت segregated أو منفصل بحيث لا يصير أن التركيز للحصوب الأسفل وفوق الرمل وفوق الاسمنت والماء. هذا الناتج هو يسمونه كونكريت صار بانعزال. الكونكريت الجيد اللي هو الكونكريت كوهيسيف فالكوهيسيف كونكريت اللي هو الكونكريت اللي هو نوت سيجريجيتد كونكريت هو الكونكريت اللي بعد ما اجرينا الرص بشكل كامل يكون متجانس بحيث يكون الحصو منتشر بشكل متجانس الرمل منتشر بشكل متجانس حسب وبحيث يحقق المواصفات المطلوبه. أي كونكريت تنفصل جزيئاته مثل هذا الشكل بعد إجراء الرص بشكل كامل هذا كونكريت segregated وبالنتيجة ما راح يحقق المقاومة المطلوبة. لذلك an obvious separation تعريف مات segregation هو an obvious separation of different constituent in concrete. أوكي ضروري واحد يعني يعرفها. اوكي فهذا الكلام هو كله نفس ما ذكرنا قبل شوي انه segregation can be defined as a construction of individual constituent of a heterogeneous اللي هو عكس homogeneous mixture so that their distribution is no longer uniform. اللي هو لما ما تكون جزيئات تنتشر بشكل غير منتظم بحيث تركز الجزيئات بشكل منفصل حصب بحث على الرمل والماء والاسمنت. In the case of concrete, it is the difference in the size and weight of the particles that are the primary cause of segregation. That this can be controlled by the concrete proportion, choice of suitable grading, and care in handling. هاي راح نناقشها بعد شوي لكن الأمور اللي تأثر على نسبة السegregation اللي صار داخل خلطة خرسانية هي من خلال اعتماد تدرج معين الحصول أو الركام اللي تم استخدامه لما ما يكون متدرج بشكل جيد. هذا هم آلية نقل الكونكريت. يعني أنا من أنقل الكونكريت من مثلا الخباطة إلى الموقع أو من مكان الخلط إلى مكان الصب. إذا كانت عملية النقل ليست جيدة مثلا الطريق اللي يمشي به الخباطة طريق متعرج الخباطة ما يفتر الجدر مالها بشكل جيد هذا كله عوامل تأثر على أن الكونكريت الناتج اللي راح يدخل داخل القالب ممكن يكون الجزيئات ما تنفصل. يعني هو داخل الجدر ما خباطة مركزية وانعزل النتيجة فشل هو داخل الجدر الخباطة. لذلك أكو أكثر من عامل هم يأثر على السيجريجيشن بالإضافة إلى المكونات اللي المستخدمة داخل الخلطة الخرسانية مثل زيادة نسبة الماء داخل الخلطة الخرسانية نقصان نسبة الرمل إلى الإسمنت تكون قليلة هاي كلها تأثر على السيجريجيشن ومدى حدوثها داخل الخلطة الخرسانية.
مقطع فيديو الموجود عندكم داخل المحاضرة يعني يعطي أقول لك إذا نسبة الماء يكون قليلة راح يكون صعب تعامل، لكن كل ما يزيد الماء مثل ما ناقشنا قبل شوي راح تبدي الجزيئات تنفصل، الجزيئات الخفيفة تبدي تصعد والجزيئات الثقيلة تبدي تنزل، بالنتيجة يحدث السيكريتيشن. أوكي، أما البليدينج اللي هو النزيف احنا نسميه أو النزيف الماء التصميمي، bleeding is a form of local concentration of water in some special positions in concrete, usually the bottom of the coarse aggregate, the bottom of the reinforcement and the top surface of the concrete members. The bleeding هو نضوح الماء، يعني الماء المنضوح اللي مستخدم داخل خلطة خرسانية اللي يتكدس تحت المكونات الموجودة داخل الهيكل الإنشائي أثناء الصف. فبعد ما خلينا الكونكريت مثلا داخل القالب، وهذا القالب مسلح، فالماء يبدي يتركز تحت الكورس أجريجات، فيصير جوا الحصو، يصير جوا الحديد، يصير ممكن يطلع النوب يطلع على السطح. هذا هو البليد ووتر. أوكي، فلذلك خلال عملية وضع الكونكريت والرسمات داخل القالب، بعض الماء التصميمي يعني يميل إلى أنه يطلع للسطح للكونكريت اللي حديث الصف. طبعا هذا سبب مات بشكل عام، إنه هو بسبب عدم إمكانية المركبات الخرسانة اللي هي الرمل والحصول الموجودة والإسمنت بيس إنه تحتوي هذا الماء التصميمي وتمنع صعوده إلى الأعلى. أوكي، طبعا السبب الأساسي إنه كثافة الماء هي قليلة، فهذا تخليه يميل إلى الصعود إلى الأعلى. أوكي، طبعا كيفية تمثيل البليدينج شلون يتم تمثيله، فبليدينج كان بيكسبرس أو التعبير عنه بشكل كمي as the total settlement. أوكي، أو المقدار الهطول الكلي reduction in height per unit weight of concrete. فش جد نزل يعني مرات ورا ما ينشف الكونكريت ينزل، يعني يقل حجم الجسر أو يعني شوي ارتفاع الجسر ينزل. فهذا هو اللي ممكن يتم تعبير للبليدينج من هذا من خلال معرفة التوتال سيتلمنت ريدكشن ان هايت بير يونت هايت اوف كونكريت ان بليدينج كاباسيتي. بس عندنا يعني شغلتين نقدر نمثلها. اولا التوتال سيتلمنت يتم معرفته من خلال شقد صار عندنا نقصان بارتفاع الهيكل الانشائي جيفها، وثانيا البليدنج كاباسيتي اللي هي قابليه النزيف للخلطه الخرسانيه المستخدمه، هي as the amount in volume or weight اللي هي مقدار حجم الماء اللي صعد الى السطح. اوكي، هذا يتم هم قياسه يقدر معرفه من خلال راح نعرف البليدنج كاباسيتي. طبعا من راح يصير عندنا هذا البليدنج، راح يصير عندنا انترفيس بين ذا اجريجيتس اند ذا بالك سيمنتس. هنا لو تلاحظون هسه تحت هذا الحصو صار عندنا اكو ماء، هذا الماء راح يسبب لنا نوع من الانترفيس او انعزال، فبالنتيجه راح ياثر عم ياثر على المقاومه الخاصة أو قابل أو العاصرة التماسك ما بين السيمنت بيست وما بين الحصو. إحنا عادة الكونكريت هو كيف يتكون، هو قلنا هو الكونكريت حجارة صناعية، فالحجارة الصناعية كيف تتكون من خلال الاسمنت بيست راح يحتوي ويطلي كل الجوانب الخاصة بالركام الموجود، ومن يتفاعل راح تبدي المكونات ما تتماسك بشكل متسارع إلى أن تربط كل جزيئات الكونكريت together، الحصو مع الرمل السمنت بيس يطبقهن سوا يكونون هذا الحجر الصناعي اللي نسميه الكونكريت. فلما ما يكون أكو ماء تحت الحصو، فمن راح يتم هاي عملية الإماهة راح يصير أكو مثل الفجوة موجودة، هاي الفجوة سبب لنا نقصان بالمقاومة في حال أنه تم تسليط قوة الضغط على الكونكريت. لذلك if the water is trapped by the superimposed concrete, a porous and weak layer of non-durable concrete may result. السطح طبعا راح يكون بمسامات وراح يكون ضعيف.
اوكي. كذلك انه هذا الماء اللي نزف اذا يتم اعاده خلطه اثناء عمليه الفينشينج، شايفين هسه بعد ما صبينا مثلا ارضيه وخلصناها وصعد ماء، احيانا يجون الشباب انه يبدي يعيد الخلط مالته داخل الخلطه حتى يحاول ينزله جوا ويحاول انه بيسقل. هذا راح شنو يقول الى انه يخلي هذا السطح ضعيف. ليش؟ لان هذا زادت به نسبه الماء، قلت به المكونات اللي موجوده، فالنتيجه راح يكون ضعيف جدا وممكن يشقق بالمستقبل. الافضل حتى يتم تجنب هذا الشيء انه يتم تاخير الفقره مالت الانهاءات. انا قبل لا ابدي اسوي عمليه صقل للسطح مال مثلا الارضيات، احاول قدر الامكان ابطئ هذه العمليه لما ما انه الماء اللي نزف للاعلى يتبخر. ايضا ممكن يستخدم هذني القوالب الخشبيه اللي ممكن تمتصنا من الماء الموجود، وقدر الامكان يتم الابتعاد عن يعني خلط الطبقه العلويه بشكل كثيف. يعني بس انا اخلط بالطبقه العلويه حتى احاول اتخلص من الماء التصميمي، اخليه يجف واستخدم الوود فلوتس مثل القطع خشبيه تستخدم لتسويه السطح مات الكونكريت، وهي هم راح بنفس الوقت تساعدني على انه تمتص الماء او تبعد الماء النازف. كذلك on the other hand evaporation لما يكون تبخر الماء اللي يصعد على السطح مال الكونكريت بسبب النزيف الأسرع من صعود الماء إلى السطح، يعني لما الماء اللي قاعد يصعد صار يتبخر بأسرع مما أنه هو قاعد يصعد للسطح، فراح ممكن يصير عندنا نوع من التشققات اللي هو plastic shrinkage will be generated. الموضوع الأخير للمحاضرة رقم 10 هو فيما يتعلق بالسلم لوس اللي ناقشناه قبل شوية، اللي هو سبب رئيسي لحدوثه إنه هو الزمن والحرارة. فكل ما يستمر كل ما يعني خلينا نقول يمشي الوقت، كل ما يبدي السلامب يعني يبدي الهطول يقل أو قابلية الكونسيستنسي اللي هي قابلية جريان الكونكريت تقل. طبعا السبب الرئيسي لهذا الشيء إنه طبعا المركبات مال الكونكريت تبدي تتفاعل. هذا التفاعل راح ينتج من عنده مركبات ال CSH و CH، هاي المركبات بالنتيجة راح تقرب حدوث التجمد الابتدائي، وإذا حدث التجمد الابتدائي بالنتيجة راح يتخلص من مرحلة اللي دونه مال الكونكريت اللي هي الفرش ستيج. فهذا يعني هذا أمر طبيعي يحدث، لأن تبدي بعد المركبات مثل ما قلنا الهايدريشن رياكشن، تبدي الابزوربشن اوف ذا سيرفيس اوف ذا هايدريشن برودكت اند باي ايفابوريشن. السلامب شود بي كنترول تو ان اكسبتبل فاليو سبيشلي فور كونكريت ترانسبورتد وذ ا لونج ديليفري تايم تو انشور ذات ات از ستيل بليسبل اند كومباكتبل وين شيبت تو ذا كونستراكشن. هسه السلامب لوس انا احتاج اقلله بحيث اضمن ان الكونكريت يتم نقله وصوله الى المكان المطلوب ويتم صبه ورصة وسقله قبل لا يحدث التجمد الابتدائي. مجرد أن يحدث التجمد الابتدائي أي يعني أي خلط إضافي للكونكريت راح يكسر لنا الأواصر اللي ناقشناها بالمحاضرات اللي فاتت، الأواصر اللي هي تنتج من الأترنجايت من الـ CSH و CH، فراح بالنتيجة الكونكريت الناتج راح يكون ضعيف. أنا هنا أنا أحتاج أنه أخلي السلامب لوس اللي هو سرعة جفاف الكونكريت ووصوله إلى مرحلة التجمد الابتدائي، كل احتاج ابطئه بما يتلائم ويا الوقت المطلوب لنقل ورص ويعني وضع الكونكريت ورصه وانهائه. اكو مواد اضافيه ممكن تستخدم ل يعني ريتاردنج ذا سيتنج اللي هي تبطئ او توهم المركبات الخرسانيه انه حاليا مثلا الووتر ما موجود، وتحاول قدر الامكان انه تبطئ التفاعل الموجود. فهذا راح يساعد هاي المواد اللي هي الريتاردرز، اللي طبعا اكو مجموعه من المواد مثلا هسه البلاستيسايزر الموجوده اللي تستخدم بالصيف، هاي الماده هم تستخدم كبديل الماء بنفس الوقت هم تزيد جريان الماء جريان الخرسانه بنفس الوقت تبطئ التجمد مالتها. اكو مواد هم اخرى كيميائيه موجوده، لكن الهدف الاساسي من عندها هو
إبعاد أو زيادة المدة اللازمة للوصول إلى مرحلة التجمد الابتدائي لحين إكمال المتطلبات المطلوبة من حيث الplaceability, compactability, and shipment. أوكي, فهذا المعنى الأساسي للستمبلوس. أنا أبدي أقلله وأمنع حدوثه إلى أن أضمن أن الكونكريت تم إنهائه بشكل جيد قبل الوصول إلى التجمد الابتدائي باستخدام المواد الإضافية المتوفرة.